مساء الخير. أسلحة متطورة لجيش بلا خبرة، حتى طالبان متفاجئة من طريقة تسليم أفغانستان لهم. أكثر من 38 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة على الجيش الأفغاني وتجهيزاته الأمنية. التدريبات لعشرين عام لم تمنع سيطرة طالبان على كامل أفغانستان في فترة قصيرة، حين تكون القوات الأفغانية 350 ألف عنصر بينما طالبان لا تتجاوز 75 ألف عنصر. فلماذا سقط الجيش؟ وكيف استولى طالبان على البلاد بسرعة؟ الآن نحن أمام حملة جمهورية لإقالة بايدن على خلفية ما حدث طبقاً للتعديل 25 من الدستور الذي ينص على عزل الرئيس، واتهامات واسعة لإدارته في التساهل بهذا الانسحاب. من يضمن استقبال اللاجئين الأفغان وعدم ترحيلهم بعد المشاهد الصادمة للغاية لتدافعهم في مطار كابول هرباً من طالبان؟ الجميع اليوم لا يملك وسائل ضغط، فكيف سيبدو مستقبل أفغانستان في الأيام القليلة المقبلة حيث لا يوجد حكومة ولا سلطة؟ نفتح الملف مع ضيوف برنامج استديو الآن الذي يأتيكم من استديوهاتنا في دبي.